أسوأ ما تمر به الشعوب هو فقدان ثقة الجماعات ببعضها البعض، وهذا اللي جاي يصير بالعراق للأسف، بدليل اللي سوته مدافع الهاوزر من جدل واتهامات. السيد الحلبوسي للأسف أنكر الجميل وأنكر كل ما هو جميل بينه وبين القيادة الكردية. السيد الحلبوسي يريد الاستفادة، يعني أولا راد، يعني مثل ما صار في موضوع نينوى في موضوع كركوك، راد الانتقام من موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني في موضوع تأييد السيد سالم العساوي في موضوع رئاسة البرلمان. للأسف يعني إقليم كردستان والقيادة السياسية الكردية كانت حاضنة لكل هاي المعارضة التي ترى نفسها الآن في السلطة في الحكم. يعني الاتفاقيات التي صارت في زمن المعارضة، المؤتمرات كلها للأسف نكرها الإخوة الموجودين الآن في السلطة، الأحزاب اللي كانت تأتي وتذهب مثل ما تفضلت حضرتك بين إيران والإقليم، سوريا والإقليم وبقية الدول، أمريكا أوروبا والإقليم، واللي كان الإقليم وقوات البيشمركة تؤمن لهم ولعوائلهم ولأقربائهم الجو الآمن، للأسف يعني لم يكن. لا يحق اليوم للولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب بشكل منفرد وتسلح حزب سياسي لديه ميليشيات، بس يا واشنطن، وهذه الميليشيات تأتمر بقيادة حزبها. بالنسبة لتوصيفاتنا إحنا، بالنسبة أن إحنا نعتبرها فصائل مقاومة، ما ممكن أن نتهم هذا الاتهام لأن لديها وظيفة تختلف تماما عن وظيفة البيشمركة. هذه السلاح سوف يستخدم باسترجاع الأراضي اللي يسموها متنازع عليها. ممكن أن تستخدم ضد الأحزاب الأخرى، الاتحاد الوطني ضد البيشمركة، هذا ما لاحظناه أو ما شهدناه بالفترات السابقة. تستخدم هذه الأسلحة ليس بالدفاع عن الإقليم بقدر ما هو بفرض الهيمنة وإسكات الخصوم الآخرين السياسيين، وهذا ما تم يعني إثارة المخاوف على الكثير، على لسان الكثير من السياسيين. الفصائل يعني عملها يعتبر بما أنه خارج سيطرة الدولة، أستاذ عدنان تعددنا، يبقى ضمن محدوديات. نعم عندها دعم ذكرنا، عندها صواريخ متوسطة المدى، عندها مسيرات، عندها مدفعية، عندها كثير من وهذه طبعا آلة عسكرية تهدد السلم المجتمعي ليس في كردستان، على عموم العراق.